إذن هذا من أسباب أن أبا هريرة أكثر الصحابة ماذا؟ رواية. واحد، ما السبب؟ واحد، واحد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، المصاحبة، خفيف الظل، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، ما عنده من آليات حفظ ومتابعة. ثلاث، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ثلاث شغلات، انتوا بس اخذتوا الثالثة. ثلاث امور. اربعة، كان يسمع من المهاجرين الانصار. نعم، كثير من الروايات يرويها ابو هريرة ولم يكن قد اسلم، فهو يروي حادث الإسراء والمعراج، لم يكن في ذاك الوقت مسلما. إذن سمعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فاته بأثر رجعي بالتعبير العامي راح يتعلم من مين؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد بيجي بيحضر معنا البخاري، طب يا أخي إلي 15 سنة بدل أدرس البخاري، من 2005، شو 15؟ صار 18 سنة اللي بدرس البخاري. طب هال 18 سنة انت جاي الان لك شهر شهرين سنة سنتين، طب وال 16 سنة الماضية وشو سويت؟ وين الاثر الرجعي اللي عندك؟ اسمع الاشرطة، روح